اليوم العالمي للملكية الفكرية هو موعد نؤكد فيه دائما أن الجزائر من البلدان القليلة التي نجحت في أن تؤسس لثقافة حقوق التأليف أو حماية حقوق التأليف والمؤلفين وحقوق الملكية الفكرية. الجزائر الآن يمكننا أن نقولها باعتزاز وفخر أنها بلد مرجعي في هذا المجال. احنا على كل حال مرحبا بكم، كما جرت العادة ديوان الوطني حقوق المؤلف والحقوق المجاورة هذا العام يحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية. كما كذلك جرت العادة نوضع برنامج تاع نشاطات منها أبواب مفتوحة على كل المقرات تاع الديوان، يعني عبر الوطن الجزائري عندنا 17 مقر كلها مفتوحة أمام الجمهور حتى نتكلموا عن النشاط تاعنا، حتى نقوموا بعمل تحسيسي تجاه الجمهور والزوار، وخاصة منهم الطلبة من الثانويات المدارس، نقدموا لهم معلومات حول نشاط حماية حقوق المؤلف. الأشياء المزعجة الأكثر اللي أعيشها ككاتبة، أنا سبقا قلت أنا ممكن أتساهل، ممكن ياخذوا لي أقوالي ما عنديش مشكل، بقدر ما يؤذيني أنه تنسب لي أقوال ليست لي. والأعجب من هذا كله أنه مش فقط ينسبوها لي ويذكروا اسم الكتاب، خاصة المقولات اللي ضد الرجال. الآن كل واحدة عندها مشكل مع راجل تكتب وتحط أحلام صغلبة. إحنا نحتاج الجزائريين نكونوا مع بعضنا في المرحلة الحالية. يعني أنا في وضعي معليش قمت بالخطوة الأولى، يعني أنا أمام الجزائر أنحني ليس أمام أحد، وبالتالي وفي النهاية أنا سعيدة حقا من أجلها. surtout maintenant on sent quand tu trouves une ambulance ça veut dire qu'on pense aux artistes quand tu trouves des rendez-vous comme ça voilà voilà un exemple voilà un exemple extraordinaire hein voilà. صافي بليزير، صافي بليزير باش نجتمعوا كاع، باش الفنانين يشوفوا بعضهم، المغنيين لي زاكتور كل زوج، هذه حاجه مليحه. ومام الفنان يحسب روحه باللي شغل يلي كونسيديري. وهذه نشكروا بيان سور لوندا دي ديسي دو 3 موا، ان شاء الله غادي يكون فيها جديد فاك ديال سينجل شغل صنعتها غايه ان شاء الله، فاسون لي باش ينال اعجاب الجمهور. دونك حاجه مليحه. تعاملت مع هاد الفرنساويين، كاين واحد سويدوا. الى جات لندن اليوم تحيينا، ربي يحييها، دير حاجه مليحه للفنان، الفنان يفرح والشعب يفرح والبلاد تمشي كما يحب الخاطر. نهار مليح على كل حال. الفنان باش يخدم لازمو يعانى، لازمو الناس يكونوا موراه، كيما يقولوا بالقوريه اليونيون في لافورس. نتمنى بلي حاجه مليحه وخلاص. اول مره مستدعوني جيت ومنا وصافي بليزير، تلاقينا بالفنانين خاوتنا هنا وانت ان شاء الله نتمنوا نهضروا وينين بتكلمنا. والله هذه مبادره طيبه، احنا ماذا بينا يكون المزيد باش سيرتو الفنان باش اومو يهتموا بهذا الفنان، باسكو كاين الناس اللي راهم يموتوا في ليزوبليات. كاين اشياء كثيره باش تخرج، خاصه مع فنانين من مثل مع زياد غرسه، كاين تقريبا ان سي دي باش يخرج مع زياد غرسه، وكاين مع فنان من سوريا اسمه عادل جراح المعروف بالاداء اشارات المسلسلات، خاصه صوت جميل جدا ومثقف، باش كذلك ينزل سي دي كامل. وطبعا مع كارول عون بور لو مومون سافا، رحنا لاباس الحمد لله، يعطونا حقوقنا اوني بيان الحمد لله.
بدات لوندا تتطور، بدات الحمد لله الحمد لله افيك مسيو بالشيخ زعما راه بدا ينظم في الحقوق تاع الناس و... شوفي صاحبي، شوفي صاحبي وحبيبي وقريبي وجوه نعرفهم بقديم، واليوم انا سعيد جدا نتلاقاهم على خاطر نضرب بهم مثل للشباب. دوك عندي عمل جديد هو يسموه عياده وحموده والعياده، عمل جديد ان نوفو لوك، ودخلت معايا شباب صغار كوميديا كيما حميد عاشوري من العاصمه كيما بسام لاول مره صار انيماتير تشوفوا كوميديا يعني نوت ستيل وحاجه جديده، والمتفرج غادي يكتشفها في رمضان. هو ان توكا الالبوم تاعي يخرج من على 15 جوج، فيه الاغاني اللي فيه في اغنيه واحده تريست نهضر على سقسولية، نهضر غنيت على امي ماما ما تدغي هذه الخطره، درت لها زعما اوماج لما غنيت على صافا صاحبي كي راها صحه كل شيء هي الباقي قاعد يخلفها ربي.